إذن اليوم أولا الرابح الأول وهو بلادنا من خلال تعزيز وتكريس الديمقراطية في بلادنا بحكم أن نسبة المشاركة فهي وصلت إلى مستويات اللي جد مهمة لتتبين أولا بأن بلادنا والمواطنات والمواطنين فعندهم رغبة قوية من أجل التغيير وأكدوا كذلك وأعطوا فرصة لكي يكون هنالك تناوب ديمقراطي في بلادنا وهذا شيء مهم جدا في هذا الوقت الذي نعرف فيه أزمة اقتصادية واجتماعية وكذلك أزمة سياسية ومن خلال هذا الفوز إن شاء الله بالنسبة لبلادنا فسنبعث الأمل لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين وسندخل في دينامية إيجابية بالنسبة لبلادنا. بالنسبة لحزب الاستقلال فمن صعب أن نعطي تقييم اليوم بالنسبة حتى الآن بالنسبة للنتائج المحققة ولكن لما يمكن تأكيده وهو أن الحزب الحمد لله استرجع القوى دياله وبأن النتائج الأولية التي حصلنا عليها تبين بأن حزب الاستقلال فسيرجع بقوة في الساحة السياسية في بلادنا وفي المشهد السياسي من أجل المساهمة مع الآخرين في النهوض بهذا الوطن والعمل على تنزيل نموذج التنموي الجديد والعمل كذلك على إخراج البلاد من هذه الأزمة. وأنتم عارفين بأن الدول المتقدمة كلها عرفت تراجع في المشاركة ولكن بلادنا الحمد لله استطعت أن تقوم بأننا المواطنات والمواطنين فهما برهنوا على إرادتهم أولاً للمساهمة في هذه الاستحقاقات ثانياً كذلك لتقديم وجهة نظرهم ونحن نعلم تاريخياً بأن لما نسبة المشاركة فهي ترتفع فهذا يعني أن نحن على أبواب تناوب ديمقراطي جديد وهذا أحسن دليل على أن المواطنات والمواطنين عبروا عن رغبتهم على تغيير حقيقي ورغبتهم كذلك على العمل على المساهمة في الدينامية الجديدة المنتظرة بعد هذه الاستحقاقات. النقطة الثانية وهو أنه يمكن القول بأن من خلال هذه المعطيات فحزب الاستقلال وحسب النتائج الأولية التي حصلنا عليها فهو استطاع أن يقوي موقعه في المشهد السياسي وهذا يعني بأن خطابنا والمشروع الذي قدمناه وبرنامجنا الذي كان قريب من انتظارات المواطنات والمواطنين فكان له تجاوب كبير بين المواطنات والمواطنين بل أكثر من ذلك أنه بعث الأمل في نفوس العديد من شرائح من المواطنات والمواطنين خصوصا الشباب والنساء والفئات المستضعفة والطبقة الوسطى. أنا تنظن بأنه أي مواطن في بلادنا اللي عنده الغيرة على بلاده فهو مستعد أن يساهم من أي موقع كان في العمل على تطويره وإخراج البلاد من هذه الأزمة التي نحن فيها.